السلام عليكم. مشكلة أخرى في الهاتف جالاكسي اس 24 ألترا تطفو على السطح، ولكن هل هي مشكلة فعلا أم لا؟ كل هذا وأكثر أعزائي الكرام سوف تشاهدونه إن شاء الله في هذا الفيديو. أتمنى منكم دعم القناة بقوة عبر الضغط على زر الاشتراك، لأن هناك أكثر من 75% من يشاهدون فيديوهات على قناتي ليسوا مشتركين. أتمنى منكم من فضلا وليس أمرا الضغط على زر الاشتراك وتابع الفيديو حتى النهاية. أوضح أحد ملاك الهواتف أو أحد ملاك هاتف الجالاكسي الاس 24 ألترا على الشبكة الاجتماعية ريديت أن رائحة القلم الاس بين في الهاتف كريهة جدا، وعادة ما تصدر منه تلك الرائحة الكريهة. وبعدما قام العديد من الأشخاص بالتركيز على ذلك وجدوا أن رائحة القلم كريهة بالفعل، ومع ذلك شركة سامسونج قررت عدم ترك هذا الأمر يمر مرور الكرام. لذلك قام أحد المشرفين على منتديات سامسونج الرسمية في الاتحاد الأوروبي بتقديم تفسير معقول للرائحة. هذا ليس شيئا يدعو للقلق أثناء وجود القلم الاس بين في حافظته، فهو يكون قريبا من المكونات الداخلية للهاتف والتي تولد الحرارة أثناء الاستخدام مما يتسبب في تسخين البلاستيك. يمكن أن تكون رائحته مثل رائحة الاحتراق، ولكنها تشبه أكثر الرائحة التي قد تشمها بعد ترك سيارتك في الشمس لبضع دقائق أو بضع ساعات. قد تكون رائحة المقاعد والتجهيزات البلاستيكية الساخنة في السيارة كريهة، ولكن هذه الرائحة تتلاشى بعد أن تبرد. هذا ما قالته سامسونج. ذكر المشرف على منتديات سامسونج الذي شرح مصدر رائحة القلم الاس بين أن الرائحة تتضاءل بمرور الوقت. بالفعل لقد تم تأكيد صحة ذلك من قبل عدة مستخدمين، بحيث قال أحدهم: أستطيع أن أؤكد أن ذلك صحيح. فبعد إبقاء القلم خارج الهاتف لمدة ساعة تقريبا أصبحت رائحة القلم أقل اشمئزازا عما كانت عليه عندما أخرجته لأول مرة. وبالنسبة لرأيي الشخصي أعزائي الكرام، عندما كان لدي الاس 23 ألترا والاس 22 ألترا كنت دائما أشم هذه الرائحة، فبالنسبة لي هذا ليس مشكل. هناك يعني بعض الأشخاص من يعني لا وجود للمشكل ويقومون بصناعة مشكل، فهذا صراحة ليس بمشكل بالنسبة لرائحة القلم، فأنا أشمها دائما في يعني في أقلام الجالاكسي الألترا وأيضا في النوت. أتمنى أعزائي الكرام أن يكون فيديو اليوم قد نال إعجابكم. شاركونا أنتم أيضا هل هذه مشكلة أم لا بالنسبة لكم، ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، أحبكم، مع السلامة.